وما ترميها على خيك الغني بس، هذا وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. منافسة بينك وبين أخواتك، مين يقدم لأبوه أكثر، ومين ينفق على أمه أكثر، ومين يدفع فاتورة الحليب الحكيم أكثر. بعض الأخوة بيقول له لأمه: ماما ما بتقولي لحدا على الدواء، كل قد ايه بدك، كل 15 يوم، كل 15 يوم بيكون عندك، وما تخبري إخواتك إنك عم تاخذي دواء.